بسم الله الرحمن الرحيم. حسين ابو جاد رجل اعمال من احدى الاوبا. الحمد لله النهارده ربنا كرمنا وبنعمل يوم اليتيم، فاما اليتيم فلا تقهر. سيدنا رسول الله وصانا انا وكافل اليتيم كايتين واشار بالسبابه والوسطى، وهنا الان لتكريم الطفل اليتيم. انه يوما جميل حقا، اكثر من متهيألي اكثر من 1000 طفل يتيم موجود معانا النهارده، ربنا يكرمنا بيهم ان شاء الله باذن الله. ربنا يخليك. لا طبعا موجودين في حدائق القبة، وجبنا اطفال حدائق القبة الايتام كلها، وجبنا برضو بعض الجمعيات الخيريه التي تحتوي الاطفال اليتامى، وجبناهم معانا هنا النهارده بحيث هنوسع المكان للاحتفال بيوم اليتيم. هو كان متاخر شويه اسبوع بس عشان كنت في العمره، فدي حاجه ما تتسابش يعني. الحمد لله زي ما انتم شفتوا دعينا حوالي بتاع 30 جمعيه خيريه، في الواجبات موجوده بتاع الاطفال وفي العاب، والحمد لله الاطفال كلهم هيمشوا مبسوطين باذن الله. ربنا يكرمك ان شاء الله، بس كل عام الايتام في رقابنا يعني باذن الله. الحفله دي طبعا يعني مالهاش دعوه بالانتخابات نهائي، الحفله دي بنعملها كل سنه في انتخابات من غير انتخابات، موجودين ان شاء الله في كفاله الطفل اليتيم. اما اليتيم فلا تقهر، وقال سيدنا رسول الله انا وكافي اليتيم كاتين في الجنه، فدي حاجه في رقبتنا كلنا كل سنه بتعمل، ملهاش دعوه باي حاجه في الانتخابات. حضرتك احنا بعيد عن الحفله النهارده، حضرتك انت كمرشح انتخابي تقدم ايه ان شاء الله؟ احنا كمرشحين انتخابيين باذن الله حدائق القبة من الدوائر العريقه في مصر، ينقصها برضو بعض الخدمات. حدائق القبة لا يوجد فيها مستشفى، لا يوجد فيها شارع عقاري، لا يوجد فيها خدمات صرف صحي. احنا بننظر برضو للموقف الدولة حاليا، وربنا كرمنا برضو برئيس قوي ورئيس وزراء قوي، وان شاء الله هم قدام واحنا وراهم عشان ننمي، واخد بالك، المناطق الشعبية باذن الله. تأجيل الانتخابات لا تعنينا بشيء، احنا جاهزين للانتخابات بكره، من بكره جاهزين للانتخابات، بعد شهر بعد سنه جاهزين للانتخابات، على حسب ما تحدده اللجنه العليا للانتخابات. لا تعليق على دخول او خروج اي مرشح.